بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبهم خميرات صغار عامرين بجوج ديال الاشكال وجوج ديال الحشوات مختلفه. لهاد العجينه غادي نحتاجو ان شاء الله الكميه من الدقيق تقريبا نصف كيلو وربع كيلو قمح فينو. غادي نحتاجو الخميره المعجونه ونحتاجو الملح وماء دافئ لجمع العجين. غادي نبداو على بركه الله نضيفو الدقيق نديرو الدقيق. انا غادي نستعمل عجانه، نتوما ممكن تعجنو غير في القصريه اللي ما عندوش عجينه. ونصف الكميه ديال الدقيق غادي نديروه في القمح فينو. غادي نضيفو الملح، نضيف الماء وغادي نبدا نخلط. ما نديرش الدقيق الملح مع الخميره. انا هاد الخميره غادي نذوبها، نذوبها في كاس ديال الماء. دابا غادي نضيفو ديك الخميره اللي ذوبنا في الماء وغادي نبقى ندلك هاد العجينه مزيان. من بعد نتلاقاو بعد ما تعجنت غنخليها ترتاح شويه عاد غنبدا نشكلها. ها هي العجينه خاصها تدلك مزيان. نخليها ترتاح واحد ربع ساعه ومن بعد نشكلوها. بعد ما خليتها ارتاحت راه بدات كتخمر شويه. دابا نحيد هذاك الهواء اللي كيكون الوسط وغادي نرش بالقمح قمح فينو. بعد ما فرشت القمح فينو دابا انا درت كم نص كميه ديال العجين وغادي نديرها بالمدلك. هاد الطريقه كتجي سهله. دائما نبقى نرش بالقمح باش ما تلصقش ليا العجينه. بعد ما سرحت العجين دابا انا غنشد هاد نتوما على حسب العبار اللي بغيتو، واش صغار ولا كبار شويه. هاد العبار كيجي مزيان في هاد الطيطات العامين. لما كملت هاد الكميه كامله اللي عندي دابا انا غنديرها في شي بلاطو ولا شي حاجه باش نغطيها باش يخمر. بعد ما قرصت العجين الثاني دابا انا غنديرها على هاد الشكل. اي قطعه نتوما عندكم على شكل مربع ممكن ديروه، انا درت هاد الشكل. بعد ما كملت هذيك الكميه كامله اللي عندي دابا غادي نغطيهم بشي منديل ونخليهم يخمروا. بعد يخمروا غنبدا نطيب فيهم. بعد ما خمرت لينا العجين دابا انا درت المقله تسخن وغادي نبدا نطيب في هاد المخيمرات اولا البطيبيطات. دابا غادي ندير هاد البطيبيطات يطيبوا. المقله راه سخنات
ها هما المخميرات او الطفيطات بعد ما طابو انا كنشدهم وكنحلهم بالمقص بهذه الطريقة، كنحاول نحلهم كامل نضرب غير القدام باش يبقى لي باش تطيحش لي الحشوة من عمرهم، كيجو خاوي من الوسط كيف ما كتلاحظوا، نوجدهم على تيسان بعد ما كنحلهم. هادو لي في شكل اخر تامر كيجو خاوي، المنظر ديالهم كيجي مختلف على اللي كنعرفو. كنحلها من الفوق باش ما تطيحش لي الحشوة، كيف ما دائرين كيف ما هاد الطوال انا غادي نبقى كنحلهم كاملين، عاد كنديرو في المجمد.